يا صباح السعادة والهنا على عيونكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى انا جاية لكم بالفلفل المخلل، ان شاء الله يعجبكم. النهاردة انا لقيته في السوق زي ما انتم شايفين كده، جميل وصابح وزي الفل. لقيت تكيله ب3 جنيه، واليومين دول يومين الفلفل والبتنجان، اللي عايز يخزن من الفلفل والبتنجان. وانا هبقى اوريكم ازاي كمان تحفظوا الفلفل في الفريزر وما يبص ابدا. وبص بقى، هنخش بقى على حركات بقى وتركات الفلفل المخلل ان شاء الله. بص، اول حاجة احنا عايزين نعقم البرطمان بتاعنا، يعني في مية سخنة ناخد البخار بتاعها ويكون فيها شوية خل، هنعقمه والمية تكون بتغلي وناخد البخار كده هو بتاعها، ونروح معقمينه بمية بخل وتنشفيه كويس ويبقى جاهز عندك كده معقم. تاني بقى حاجة، ودي اهم حاجة، ان انت بتجيبي المية بتاعتك بتغليها على النار وبعدين تسيبيها تبرد خالص، تبقى مية عاملة زي مية الحنفية بالظبط. دي بيبقى اسمها مية مفرطرة مقطرة، دي لازم اهم حاجة عشان الفلفل بتاعك او اي نوع من انواع المخلل ما يعملش ابدا ابدا لعفونة ولا ريم ولا يتهري ولا يحصل له اي حاجة ان شاء الله. نخش بقى على المقادير. انا بحب احط له عصفر وبحط له ورق رورة، ده اختياري بس هو بيديني لون وبيديني طعم حلو جدا في المخللات. واهم حاجة بقى عشان الفلفل بتاعك ما يتهريش او اي نوع بردك من الخضار اللي انت بتخلليه، معلقة سكر كبيرة، دي اهم حاجة.
رأيك وسيبولي التعليق عشان أعرف آرائكم وأرد عليكم، ومتشكرة جدا ليكم والسلام عليكم.